إلى أخبار الرياضة والتي أناقشها اليوم مع زميلتي عفراء الجول. مرحبا عفراء. مرحبا أمين. عفراء، الجمعة يشهد عودة الدوريات الكبرى لكرة القدم، وخاصة الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني، بينما الدوري الإيطالي سينطلق في الأسبوع المقبل إن شاء الله. طبعا الموسم سيتقلل بعودة الجماهير الرياضية، وكذلك عديد الصفقات التي سيشهدها الدوري الأوروبي. طبعا سؤال أول، ونبدأ بالدوري الإسباني عفراء، والذي شهد انتقال كل من ميسي وراموس إلى الدوري الفرنسي، فهل سيؤثر ذلك على نسبة المشاهدة خاصة للدوري الإسباني عفراء؟ صحيح، يعني بالفعل ربما عشاق الليغا الإسبانية تكسرت قلوبهم بخروج لاعبين عملاقين مثل ميسي وراموس. طبعا مباراة الكلاسيكو تعد هي المباراة الأكثر مشاهدة في العالم. بلغ عدد المتابعين متابعي الكلاسيكو في أبريل نيسان سنة 2017 كان أعلى نسبة مشاهدات، 650 مليون متفرج. المشاهدات الضخمة لمباراة مثل الكلاسيكو طبعا كان يعني هناك إعلانات، وكانت تستفيد الأندية من حقوق البث التلفزيوني وطبعا الحضور الجماهيري الكبير جدا. طبعا الليغا من المتوقع حسب الخبراء أن تفقد رونقها، وخاصة مباريات الكلاسيكو يعني في الموسم الجديد في ظل رحيل نجوم كبار وخاصة راموس وميسي، وأيضا مثلا نيمار رحل من قبل عن برشلونة، خفت ربما نسبة المشاهدة. ربما نتوقع نسبة المشاهدة ستتحول إلى نادي باريس سان جيرمان. أيضا عندما رحل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، يعني بعد ما رفض فلورنتينو بيريز تجديد عقده، كذلك خفت نسبة المشاهدات. عندما يرحل النجوم الكبار بشكل عام تخف نسبة المشاهدات. وأيضا من هذه الناحية يعني الدوري الإسباني كان يتميز بأنه هو الدوري الأكثر استقطابا للاعبين الكبار، ليس المدربين، ليس أشياء أخرى، اللاعبين الكبار. الآن فقدت الليغا هذا الأمر. نتمنى رؤية منافسة بين الفرق التي شهدناها الموسم الماضي مثل أتلتيكو مدريد وإشبيليا والريال وبرشلونة. نظرا لضيق الوقت عفراء، ننتقل إلى الدوري الألماني. سمعنا أن إصابات كبيرة خاصة لحقت ببايرن ميونخ وأيضا بروسيا دورتموند. صحيح بالفعل، يعني في إصابات كثيرة، مثلا دافيد ألابا غادر البايرن، جيروم بواتين، خافي مارتينيز، أيضا هناك تعويضات. ربما يمكن ما عندنا كثير وقت لنحكي عن الموضوع، بنعتذر إن شاء الله المرة الجاية. أشكرك زميلتي عفراء.